والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابعي من واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الإخوة الذين تكلموا من قبلي وتحدثوا وبينوا ووضحوا للناس أمر العقيدة والتوحيد، فلا يوجد شيء أهم من التوحيد. وبحول الله وقوته سأقف مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أي زول يجي برا معترض يقول لك يا مولانا قول للناس الله قال والرسول قال. أنا حابب نقول لك الله قال والرسول قال وبعدنا ما بترضى. زي هسه عمك جاء بعصايته ده، الشغلة ما رجالة، الشغلة دليل. ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الشغلة دليل، عندك دليل جيب الدليل، ما عندك دليل ترى بتكورك زي كواريكك دي وبتجيب بعصاتك، لكن حجة حجة ما عندك حجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري ومسلم، البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الحديث في الصحيحين والراوي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الحديث ده حديث عظيم جدا جدا، ونقف معه وقفات يسيرة وسريعة ونفتح المجال للإخوة المتحدثين من بعدي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل نبي دعوة مستجابة، يعني أي نبي عنده دعوة مستجابة في الدنيا أو في الآخرة، والله عز وجل يستجيب للأنبياء والأنبياء يدعون الله، الأنبياء بنادوا الله، ما في نبي من الأنبياء لقيناه بنادي نبي غيره. لقاكم في القرآن أقرأ سورة الأنبياء، ربنا قال عن الأنبياء أنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. زكريا عليه السلام لما دار الذرية نادى نوح عليه السلام قال يا نوح تديني الجنة، ربنا قال في سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. النتيجة ربنا قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لأنه دعا الله والله استجاب له. هنا قال له لم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني يا الله أنا كل ما أدعوك بتستجيب لي. والأنبياء دعواتهم مستجابة. وذنوني إذ ظهر مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا نجاه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الله استجاب له وشفاه. أيوة ربنا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهذا جاي دار يقف مع نوح عليه السلام لأنه من أولي العزم من الرسل، ومكث في قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام. نوح عليه السلام يقول للناس يا ناس نادوا الله وخلوا ود وسواع ويغوث ونسرة، دي كلها أنداد وما بتنفعكم ولا بتضركم. ربنا قال في سورة نوح، ربنا قال وقال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لحد ما قال
يعني نوح عليه السلام لما شاف الجماعة 950 سنة ما آمن معه إلا كم 80 نفر في رواية، كم 80 نفر 950 سنة، يعني كل 100 سنة أو كل 100 سنة أو كل 10 سنة نفر، 950 سنة شغال دعوة، دعوة للتوحيد صافي. فلما شافهم معاندين قال ربي لا، قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. ربنا قال ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. بعد ذلك نوح دعا عليهم ربنا، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالأنبياء بيدعوا الله، الشاهد إنه أي نبي بنادي الله، لكن الليلة في بلدنا دي في بلدنا السودان الناس ما دارت نادي الله براو إلا إذا رين يدخلوا الجماعة بتاعهم، لأنه أي ناس عندهم إله وعندهم معظم وعندهم شيخ أتنه فوق في الشدائد نادوا يا الحسن من المحن ويا بقرون من العيون ويا بشام ورا وقدام ويا واد حسونة من المدفونة ويا الكباشي من الجياشي. يا زول انت شغلتك دي خربانة والله، اذا تنادي الكباشي شغلتك بايظة وسلوكك ضاربة، لانه ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هل من اسماء الله عز وجل الحسنى الكباشي؟ هل من اسماء الله الحسنى واد بدر؟ دي كلها اسماء ربنا قال ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. فالانبياء بينادوا الله، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لكل نبي دعوه مستجابه، دعوه مستجابه. قال فتعجل كل نبي دعوته، يعني اي نبي دعوه دعوته. واقرا القران، اقرا القران، وصل القران ده الزول لو قراه بقلب خاشع وبعين قلبه قبل عين راسه بيفهم، لانه بيهدي للصراط المستقيم. ربنا قال ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، لكن الناس خلوا القران وماسكين في ساقيه الليل، ساقيه الليل عمالك الساده الخدم وجلالك خدموك ناس الجيلي وابو العباس المرسي، وماسكين سكاكين فكاكين لكاكين اكوكن، وماسكين في مدحه جديده بيقوا خدموا بها الحفلات، مدحه جديده اخر موديل. قال اكتم سره ما تكون جنبه سكر وتقيل ما زي البنجو، دي مدحه والله تلقاها في الانترنت. ولا الثانيه ديك بتاعت مكاشف الغوم، قال مكاشف ما ولا يعطيك ما تدور ما قام في كله في دنيا ودين، بيالا نقول له مكاشف الغوم ما عارف ايه، كلام طويل وكلام فارغ ساي، يدوق عليها كم حسنه سدي؟ فيها حسنات؟ ما في اي حسنات. الكلام القران هو الذي يهدي للتي يقوم، هو الذي يهدي للتي يقوم. عشان كده ربنا قال في القران، ربنا ما قال في القران واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا. وربنا قال واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. عشان كده زول يقرا القران ويستمع للقران، ما تسمع الاشعار والقصائد والالحان دي والله ما بتقربك من الله عز وجل. اللي بيقربك تقرا القران وبكل حرف بدك حسنه والحسنه بعشر امثالها، لكن لو مشيت سمعت اشعار وسمعت غنى ما بدك حسنات بل يسجلوا عليك شنو؟ سيئات. قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. قال وإني اختبأت دعوتي، وده والله فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، لأنه رحيم. ربنا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف الآيات دي أنا منزل لك معايا، بعد ده في زول ما دار يقتنع، نقرأ القرآن ما دار يقتنع، نقرا له الاحاديث ما دار يقتنع. اللي بيقنعك شنو؟ اللي بيقنعه لما يدقوا النوبه تلقاه شغال، اوه يا زول الفته متوم الحمتنا النوم والفته مشطه الحمتنا النطه، انت ما اكلت فته لابد تنقز زي التيوه، انت ضرب فته ثاني باقي لك ده بسوي شنو؟ ضرب فته وشبعان وشرب الشاي باللبن الصاموطي ويقول لك بنذكر في الله يا زول، انت بترقص يا مولانا. الذكر ما فيه هوبه ولا فيه تلف ذكرها واحده وتقع ولا فيه وهو دي كلها ما في الذكر، دي جبتها من وين؟ دي كلها بدع وكلها منكرات دخلها في الدين، والدين منها بريء، الدين كامل والدين واضح. والذكر بيخليك مطمئن، الذكر بيخليك مطمئن. ربنا قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر بيخلي قلبك مطمئن، لكن زول تلقاه لافي بكره واحده وشغال يقول لك ده، بعد شويه يقع في الوطن يقول لك ده غرقان في الذكر، في ذكر بغري. لقاكم غرق في الذكر؟ الصحابه ده مالهم ما غرقوا في الذكر. الغرق ده بنعرفه في النيل الازرق وفي النيل الابيض، لكن الذكر ده ما في ويه غرق، بيخليك مطمئن وساكن وخاشع. لكن دي اذكار كلها مبتدعه اتى بها المتصوفه وادخلوها في الدين والدين منها بريء. قال: فتعجل كل نبي دعوته، واني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة. الكلام ده هنا لحد هنا يقول لك شفتها الشفاعة ان شاء الله يعني نحن خاشين فيها الشفاعة، لكن ما النبي عليه الصلاة والسلام خدت لك شرطي ورا، قال: فهي نائلة ان شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا. إذن اي زول مشرك النبي ما بيشفع له، والله بنص هذا الحديث أن الشفاعة لا تطال إلا الموحد، الموحد بس العقدته في الله، القلب ملام بالله، لا معلق له تميمة في ضراعه، ولا معلق له كمون في رقبته، ولا عنده عقيدة في شيخ، ولا عنده عقيدة في قبة. أبويا الشيخ يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسلها كرعية، ده حجاب ولا بطانية يا مستهبل؟ قال أبويا الشيخ يا بقبة باب القصير اللحية القطايا تطير. امشي هناك في القبة الواحد تلقاه دموعه دي يبخل بها على ربنا في الصلاة، لما نمشي القبة يبكي بدموعه، أبويا الشيخ وجع الظهر ما خلاني، وأبويا الشيخ الكلى واجعاني، أبويا الشيخ وجع الراس، والأولاد ممتحنين، والمرأة ما ولدت. يا ده وزير التربية والتعليم ولا مستشفى الدايات ولا ده شنو ده ذاته؟ شغلتك دي سويها لله، أدعو الله، الله بيديك، أدعو الله الله بيديك، لكن متى ما يعني دعيت هؤلاء الأنداد بعد ديت ثاني بعد شغلتك بتكون طويلة وموضوعك طويل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ده، قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. الشفاعة للأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عنده شفاعات معروفة، شفاعات الناس لما يشتد بهم الكرب، لما الناس يبلغ بهم الكرب والشدة يجوا لآدم عليه السلام يقول له ما أشفع لنا عند ربنا، إنه يجي يحاسبنا، يمشوا لنوح، يمشوا لعيسى، يمشوا لموسى، لحد ما يجوا للنبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيمشي ويسجد تحت العرش، فيقول له الله عز وجل ويثني على الله عز وجل بحسن المحامد والمثاني ما يفتح الله تبارك وتعالى عليه في ذلك اليوم ما لم يفتح له من قبل، فيقول له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. دي الشفاعة، دي الشفاعة الكبرى اسمها، دي الشفاعة لأهل المحشر كلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإني اختبأت دعوتي، يعني جعل هذه الدعوة يوم القيامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. ربنا قال: والشفاعة عندها شرطين، الرضا عن المشفوع والإذن للشافع. يعني أنت الزول الدار الشفاعة، أول حاجة الشفاعة بيطلبها من الله عز وجل، ربنا قال: قل لله الشفاعة جميعا. والشيء الثاني انه ربنا يرضى عن المشفوع له، اذا ربنا ما رضى عنه ما بيشفع له، والمشرك الله ما بيرضى عنه، لانه ربنا قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا قال في خواتيم آية الكرسي، ربنا قال: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يعني الشفاعة ذاتها الا بعد ربنا ياذن للشافع يقول له اشفع. والشفاعة ما تطلب من الزول من بشر معين تقول له يا فلان اشفع علي، لا لا، انت تطلبه من الله عز وجل، تقول له: يا الله شفع فوقي نبيك عليه الصلاة والسلام، يا الله شفع فيني نبيك عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فقال: واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة ان شاء الله، يعني بعد ما ربنا يشاء، وهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الزول الدائر شفعة النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة يكرم عقيدته، عقيدة يخليها في الله، يخلي عقيدته في الله، دائر ينادي ينادي الله، دائر يستعين يستعين بالله، دائر يحلف يحلف في الله. الليلة في حليفة بغير الله ولا ما في؟ يا مسلمين في ولا ما في؟ الطلاق في ولا ما في؟ علي الطلاق وحرم
وحات اولادي وحات تربه ابوي وحات القعده اللي ما اقوم منها دي وحات الملح والملاح وحات العشره وحات الشامل في خديك، ودي كلها حليفه بغير الله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من حلف بشيء دون الله فقد اشرك، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. الكلام ده ما واضح؟ واضح، لكن الناس ما دايرينه بعد. واضح. فالشفاعه لا تطال الا الموحد المؤمن الذي يعني تبرأ من الشرك واهله. زول مشرك والله ما عنده شفاعه، والله زول معتقد في غير الله انه ينفع ولا يضر ولا يجيب الرائحه ولا يعلم الغيب ولا يهب الذريه ولا ينزل المطر ولا يتصرف في الكون، ده والله ما عنده شفاعه. الشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام قال: وهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. ومن هنا يعلم فضل التوحيد. التوحيد ده اعظم حسنه واعظم شيء يتقرب به العبد لله تبارك وتعالى. عشان كده في الحديث القدسي النبي عليه الصلاه والسلام قال: قال الله عز وجل: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي، يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بغرابها مغفره. شوف التوحيد عظيم كيف. قال لك تجي من الارض ذنوب وخطايا ومعاصي، لكن عقيدتك نظيفه، عقيدتك في الله، ما معلق لك كمون ولا معلق لك حراسه ولا معلق حجاب ولا معلق قرن في العربيه ولا معلق لك صوره بتاع الشيخ ولا معلق لك كمون في الاولاد. جيت بعقيده نظيفه وعقيده سليمه، الله قال لك يا ثمانية وينها؟ ايوه دي هذا دي العقائد زي ما شايف زي ما قال لك اخواننا، سمانية وغيرها وتجانية وختمية وصابونابي وغيرها، عقائد كلها مكتوبة في العربات يا ورا، مكتوبة في العربات. الناس معتقدين في ديل، يقول لك ده يوم القيامة بنجينا ويوم القيامة بحلنا زي ما قال ذاك. قال يوم الخلوق الكظم ابقى الرم بجيش وتنظم. قال يوم القيامة بيتنظم بجيشه. ولما سألوه قال لنا عارفك كيف يا مولانا يوم القيامة؟ قال لكل ولي من الأولياء طبل، يعني عنده نوبة ودلوكة. يا ناس يوم القيامة في إزعاج؟ يوم القيامة ربنا قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ده قال يوم القيامة؟ قال داير يعمل إزعاج. البهيمة دي، البهيمة الشال وجليد عملوا بها النوبة دي، يوم القيامة تقوم شنو يعني لابسة سيوتر؟ يا ناس أنتم بتلعبوا علينا ولا شو؟ أي جلد بيرجع لبهيمته، وأي بهيمة تقوم. ويوم القيامة ربنا قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. خلي ذاك تدق نوبة وتعمل إزعاج، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. شفت ده؟ عشان كده الزول يخلي عقيدته نظيفة عشان الشفاعة تدركه ولو كان عنده من المعاصي. وما بندعو الناس يمشوا يعصوا الله، يعني يشرب خمره او يزني او يسرق او ياكل رشوه او ياكل ربا، لا. انت بعد التوحيد حاول يتخلص من المعاصي كلها، يتخلص من المعاصي عشان تجي بقلب سليم. ربنا قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. عشان كده قال: فهي نائله ان شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. الشرك ده يعني شنو؟ واحد يقول لك يا مولانا يعني شنو الشرك؟ الشرك ده كونك تنادي الله وتنادي معه عبد الله، تحلف في الله وتحلف في عبد الله، تتوكل على الله وتعلق الحجاب، تستغيث به الله وتستغيث بالمخلوق، تستعين به الله وتستعين بالمخلوق فيما لا يستطيعه الا الله. ده الشرك، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والله يجد ربنا رحيم، ربنا رحيم. الناس يعصوه بالنهار وبالليل والشرك شغال. يا اخي شرك شغال في القصائد وفي الاشعار وفي العربات وفي البساطة السياحيه، تلقى الزول معلق له صوره بتاع الشيخ وكاتب حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخي اذا كان حسبك الله ونعم الوكيل، الصوره دي لزومها شنو؟ معلق له قرن بقره هناك، تلقى الواحد معلق قرن البقره، تقول له ده شنو؟ يقول لك والله من العوارض. واحد معلق مقشاشه، يقول لك عشان تكنس الشارع من العوارض. في مقشاشه بتكنس الشارع؟ وقال له القطر لو جاء المكشاشة دي بتزحوا بعيد، في مكشاشة بتخلص قطر يا جماعة؟ أقف أنت والمكشاشة و600 مكشاشة في سكة حديد، لو ما فرتقوكم قشة قشة. يا ناس دي عقائد خربانة،
ودي عقائد الناس اللي لا بيدعوا لها. عشان كده شوف ما في جريمة أعظم من الإشراك بالله عز وجل، والله الذي لا إله غيره، ما في جريمة ولا في منكر أعظم من الإشراك بالله عز وجل. وأي زول داعية وأي زول خطيب لابد يحذر الناس من الشرك. أقروا القرآن يا ناس، أقروا القرآن، شوفوا القرآن ده، ربنا حذر من الشرك، والأنبياء كلهم حذروا من الشرك ودعوا إلى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ربنا ما خلقنا في الدنيا إلا نعبد براو، ما نعبد معه ملك ولا نعبد معه نبي ولا نعبد معه صالح ولا نعبد معه جن. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا قال قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. ما تجعل لله ند، يعني ما تحلف في الله وتحلف في الشيخ، ما تنادي الله وتنادي الشيخ، ما تستعين بي الله وتستعين بالشيخ، ما تتوكل على الله وتتوكل على الحجاب. ده ما بجوز في الشريعة، والله ما بيرضى شغل زي ده. الله دار عبادة خاصة، الله عبادة ما قسم ما بيرضى، يعني جزء له وجزء لله وجزء لعبد الله، الله ما يقبل كلام زي ده. ربنا قال لك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. انت عارف يعني شو مخلصين؟ يعني لوجه الله، لله براو، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عشان كده أي زول دار الشفاعة أول حاجة يخلي عقيدته في الله، ولو كان عنده معاصي الله بيغفر له، والله بنص هذا الحديث قال فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة للموحدين ولأهل الكبائر الموحدين، لكن زول مشرك ده ما عنده أي شفاعة يوم القيامة. المشرك محله جهنم بس، ما عنده أي محل تاني. زول عقيدته في غير الله، زول عقيدته في مخلوق، عقيدته في ميت، عقيدته في قبة، عقيدته في بيان، عقيدته في قبر، عقيدته في صالح في طالح ومات على الشدة، ده ما عنده محل إلا النار. ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ده كلام بسيط ومختصر عن الشفاعة أو هذا الحديث، وإن كان المقام يطول أكثر من ذلك، ولكن من وراء متحدثين فلا نريد أن نطيل أكثر من ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.